بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا نمان ولا لها يقول حرا جنلك نقاق هذا بحشد. اللي هي ما لنا معصب مقال عصب هذه سدا إن شاء الله إن جواب إن يرى أبو طلق علي إنهم إسكسي فضوذي أد أي أفر بدنا سؤاله أي سور سدين إن ما لمي حقا عن مشكول سدين ولا أفر بدنا أي سور سدين سؤاله سؤالات أي رامان أنت أنك جار إن شاء الله إنهم كجواب هدي لي ويراه إن موضوع إن ما أنت كاس أيو نخدونا سدوك كله هذا كود سنينا إن شاء الله إن جنالك إن تسبسكرايب تراهين إن لايك شير يو كومنت إنت بقى محقوها ومهيم أدي لاي ويراو إن لو ذاك أصحاب تهذا سي إيغانا وقفا إيديستان أحقلو إن ورقي لنا إن شاء الله جنالك عصباء إن سو شيري إن شاء الله هذا كود سنينا إن تبوقتان إن هيا أوفر بدن وقال مهيم وقال نغسو غيسين أيا إن شاء الله هلقاس عن كسو قد بني أتكلاس عندهم تان إن شاء الله إن بوغضة سبسكرايب نصارى كتبنا لو ذاك اسحبتينا انت اسنوا جنال كالاية محاو هاي ان موقعك اسباء انسوق لنا ايان اذن كورق لنا يا محاو هاي بوغض محالي راح جنال كمانا ايسوا مرك الا ان انت لقاء ادل حشد ايان اسكن قانا محالي راح جنال كاسمانا ايسا وانا لده بالو نلده بالو ان شاء الله افكي محاو هاي ان دنينا إنه كفى إذاستو وحنصوتنا حيابات وفربضن رمان فاميلي جودن إياد بغن دونتان إن شاء الله إنا تبوقتان وتسبسكرايب تراهين لو ذاتين أسحابتين حيابات وفربضن أيوم حوها حنبارسين مركي أن كقود بو إيان محوها موضوع إيان غصو قالي ما أنت أن قلب بوغا وبوغي أن سكون نقان إيه نارسيسمي غان وقهد لين وحيارا كاريمان قف ولا لها سؤال شكوبات أنا رب إنك تجوابه قف قص ولا على الحلية هاي كرر على النقاط مدائم بدن إكسور ابتكار أيوة قف كان يلسو وذاقي إن سؤالش عن فيديو يدي مركي كو كو ذا أو جهد لا نرسيس ميجا يسؤالش أس إكاد على سؤالش أس إهد محو هاي إن ولا على نعيم كسو هذا الأيو يرو قف قص ولا على كه نرسيس ميجا يو حسور رعي لوا أو محو هاي مهمة een dib dambana insha Allah ayo sharxan aan ka keenay doono hada laakiin waxaan ku qasbanahay ka goor inaan narcissmiga aan dhameeyo waxa kale intuu qofkan walaal uu soo warsaday sociopathy luqada aniga aan wax ku bartay waa luqada finishka yaani een luqada finishka waxa waaye een sociopathy kasoo hadal uu yiri een sociopath waaye af Englishka uu qofkan walaal uu ku soo qoray taas oo markaas noqonaysa marka een personality disorder ومعناد ويا مرك الصومالي اللي قد يقو يعني قلقل كا شخصية ذات قفك او هدو او كودع عايب اما او اسكو اركاية اما نقون عاية اما با مركي سي هرابا اها ان ايضا كالابا بحسن مركي ان لرابا ان قفك اس لي راهو حنوكا ايا قبتا اما محو اها ان اللغو رابا ان لغو سمي دياغنوسيق وحو نقونا إن لبار حدو إن ستيب ستيب وكل اللي هي أنت ستيب أفكار مركو بعيد كلية أيون قنكرة تاسم إن شاء الله وكسو هذا دونا لكن هذا بوجان يا قبيانه هنا تاس نمينه أدي له ويرا وعكلو محمد هاي قف كان ولا له قلنا له ده سكوباتي سكوباتي والقطع أنا وحكو برتي وقف إنه مرضية نفسية وكله ونقضه وحق عقله يا مسكح وقصاب سن تحسن إن شاء الله قصو هذا دونا والكالقانا من والب إيوه إيضا دميسترن يوحى أي كاليهين إن شاء الله عشرة دي سو سعدو أياد كلوس عندهم تان سؤال شاس قفكاس ولا الأياقة بس دحاس ورصدي إنان سو شرحو ناس اسمي قو نو سعدو إن شاء الله هذي أو كو دافي أجبين دي أي هورو قو نقو ويران تدباكن إنان مري إنان أمال إنا نواب بقول أنا أقول لك أفضل من أجل victim كين ويس أجل إنه victim يهي لبنيه ناس اسمه لأجل أو لبرتو أفكي مركز أسجل أركان وكتبت كأنه إلين
wax fiican maaha qofkan waa waxaan nidhi halintayo micneedu ay tahay inuu dadka lahaaduu rabaa keliya maahan qalinka aad haysatid nicimo iyo buugga aad haysatid iyo kombyuutarka aad haysatid iyo guriga aad iyo waxaaga maaha qofkan qofka biniaadamka inuu lahaado lan wuxuu ogyahay waxaan haddii qofka biniaadamka aad lahaatid waxyaabihii qofkaas uu lahaayo dhan inay caadi u imaanaya inay iska daba socdaan marka biniaadamna lama lahaan karo waa dembi aad u weyn qofkii ahaayna inuu toobad keeno qofkii victim ahaa dhibana ahaayo narcismigaas madaxa uga taagnaa inuu yidhaaha eh kaama yeelay waxbaan ogaaday waxbaan fahmay waxbaan bartay waxbaan maqlay kaama yeelay waxaad ka dambe inaan victim kuu ahaado taas ayay ahayd inaan wada ifinno ma muxuu ahay la wada ogaado qofkii aan daawanin ee hadda uu cajaladan ay ku cusub tahay ee aan uga hadlaayo muxuu ahay narcismiga cajaladiisa inay horu yeelaan fideoyadeeda gadaal lagu noqo leanna fideoyo aad u fara badan oo muhiim ah qofkan uu ka faa'iidaysan karo ayaa ka buuxo marka ka faa'iidaysi wacan insha allah maxaa ku xigo su-aal kale qof walaal uu ila wadaagay qofkan muxuu iwarsaday nicimi waxaad ka soo hadasha insha allah waan yareyn doonaa leanna waxaan ku talagalay su-aal kasta jawaabteeda si dhammaystiran in muxuu ahay looga faa'iido su-aal ayaa ku xigto qof kale walaal uu ila soo wadaagay wuxuu yidhi qofkan nicimi waxaad ka soo hadashaa muxuu ahay foosha iyo umusha nuujinta iyo waxyaabaha caanaha ee hooyada u kordhiyo insha allah waa waxaas wax aan aad khibradeeda aan u haayo oo muxuu ahay aqoontedan u leeyahy waa idinla wadaagi doonaa iyadoo weliba muxuu ahay waxyaaba idinka saacidayan insha allah aan soo gudbin doono su-aasha saddexaad waxaan filaa su-aashaan aad ayay muhiim u tahay qofkan walaal ah ee ila wadaagay waxaan ka codsaday in aan bulshada dhexdeeda muxuu ahay uga soo jawaabo maadaama qadkayga qaaska ah oo igu soo warsaday su-aashan waxaan ka codsaday su-aashan aad ayay muhiim u tahay bulshada dhexdeeda muga jawaabi kara oo naga aqbalay qofkan walaal wuxuu yidhi waa uga jawaabi kartaa insha allah su-aasha waxay marka ay udhicaysaa naciima walaale waxaan ku weydiinaa ilmo ayaan dhalay ilmaha da-dooda rasmiga ma soo dhigaya halkaan laa kuwaa lila wadaagay 10 sano iyo wixii ka yar ayay jiraan da-dooda ilmaha waa ilmo isku soo xigo soo xigitaankoodii waxaa sida caadiyanka ah ilmaha way dheelaan way dagaalamaan muxuu ahay marka qaarkeed way kala fikir duwanaadaan laakiin dhibka jira wuxuu yahay tiri labada ilmo ee markay lacala ay isku dhacaan ay isdagaalaan ama dhexdooda aan rabo inaan heshiis aan ka dhigo waa isku soo hoyinaa oo waxaan leeyahay walaashaa habsii ama walaalkaa habsii waxaa dhacdaa in ilmihii aysan yacni aysan rabin in habsiintii oo kale tusaale ahaan haddii ilmaha mid ka mid a uu maqan yahay oo kale inay qof cunug kale u hiloobeynin ama muxuu ahay haddii ilmaha qaarkood ama midkood wax ku dhaco ama isbitaal la geeyo kale ee laga soo wado ee guriga lagu soo celiyo waxaan arkay in walaashaa calishaan ama walaalkaa axamdulilah cali salaam dheh ilaahay ayaa muxuu ahay mahadleh kusoo celiyey ku caafimaadsiiyey markii aan idhaahon rabo inaan isku tolo oon ilmihii isjeclaysiiyo oo hab isa sii aan idhaaho inaysan yacni arrinkaas ay u fududeen sida yacni hadalka ii warsaday waa nuucaas ay u fududeen marka qofkan waalid wuxuu ka murugsan yahay ma noqon karaa cunugan hadhow waxaan u malaynaa qalqalkii oo narcismiga ah anaga dhan muxuu ahay aan wada fahannay oo maskaxda naga galay kadib maxaa keeni kara nicimo in yacni ilmihii hadhow cayaartii le ee rabaa inay dhinac iskala ciyaaraan oo iyagoo isdagaalay adana sheekadana isla qabsadaan rabaan raalli ahaw isdhehe iyo isu soo hoydayo hab isa siiya waxyaabahaas inay ku adag yihiin iyo qofkan waalid ah ka murugsan yahay uu ila wadaagay marka waa la kala qaybinaa qofkan walaal waxaan rajaynaa insha allah inuu si fiican u dhegaysan doono cashirkan isla markaas ilmaha markaa aragtid badanaa halkan loolama cararo waxaan loola cararaynin wax kasta waxay leeyihiin waxaa la yidhaha muxuu ahay daruurta waxay ku tustaa inuu roob soo socdo wax walba iskama yimaadiin calaamatulmadar fi saxaab yacni roob markuu rabo inuu soo da-o daruura cirka dhan xidhiisa marka hal mar oo yacni halkaas keliya aa ku aragtay ma ku noqon karo si buuxdo muxuu ahay buugaan laguma sifeyn karo waxyaaba fara badanaa jira oo keeni kara ilmihii inay nuucaas aysan unugleen mise aysan jecleen
وحقو مهم سن مركا إن مد الكوبات والربنا أوقات حيتها قار ماكو أركت قار ماكو أركتي تاس مركا تحوق سرتد وأوقات قارتي أتكو أركتي حد أوقان كرتا أنت إن لقى أرين كان أوسعدي إن أديك مركا لباد والدك ما له هذا شيء عمل كان ما له شيء كيستا وحموش كرتا أدلت كذا مو بلاوبا إلا المركز قارك دوالي قارك إيجال في كود الجفعة كدعو حياة فربنا أنت كحنا قد المياد هذا نمرك الله ربع إنات حبسي ست وتسوي على ست أنت إن لقى هذه كان المركز حبسي سا وده هو يتا وترى I'm sorry يعني رأي اللي كان خو وقو قلدمي بحنا سمي وح في عن مأهين لأن وقدوة كده يشعر المدرع إنه هاي المي وضد أنا أمرنا إن كده مرين بدنا والدين مركو حقاني سام سات أركيسا إن مرك قاركيد أنا كده والد إيه سيدو لي كره إنه كان راعيها سيدو يالي كره وحي ما أنت أدي سمي سيد إتلاعب أدي أقعد برتيل له وسمينا وامد لوا مد سدحات محوها إن وعيتها وحي عارف ربنا الحجرة المها إغريق أركان كلانتو تاسو كلانتو ما كلاش يا جيسي تمر هذا محا هدا حبسين ويسد ولاشا أم ولك حبسين ويسد محا أركتا محا كوجود عاي المو حاجرة بدنا كريوض أما أركو إني إنه جا إيوه كلن تو لبعتنا نروح إسلي هدي أت سسوق لبعت دو كلا أما لبعت دي إيه لا كوا سسوق فوق هذا المو حكلن ويجران مك إن حكلو س إن مهمة والله ربنا أوقات إن عروت عروت إسكسي هلك يعني ديدن halka cunug ee diidan inuu ilmahan kale markuu ama la dagaal ama oo dhibaatay ama asii la dhibaatay ilmaha dhan isku simugu yahay oo maxuu ahaay ma ka wada diida mise hal kamid ah oo ka diida inuu raal ahaa yiraa een arurto idil iyo waalidinta isku si miyo oga diida maxuu ahaay inuu raal ahaa yiraa oo u hoydo ee hab uu si uu xabadka ku qabto taas laftirkeedana dabagal inuu ku sameeyo sababtoo ah shaqooyinka waalidka u yaal aad u farabadan yihiin cunto karis ma aha dhaqid ma aha iskool loo diro dugsi loo diro ma aha waxyaabo farabadan oo ka muhiimsan habeen imaanina ku feejignaano oo la socono oo indhaheena iyo maskaxdeena iyo aqligeena waxaan dhan aan soo diyaarino qadiim marka waxyaabaha qaarkood aad ka tahay absent waxyaabaha qaarkoodna aad aad ugu dadaalaysid qaybti aad absent ka ahayd hoos u dhicaysa miisaanka ma noqonayo mid isku fac een mid ka ooshanaad xayta ilmo xishooda jiro xishoodka isleftirkiisa laba loo si kala qaada xishoodka waa muhiim een xishoodka marka midka een fiican waa midka maxuu ahaay qofku marku meel cusub yimaado kale cunuga maashi inuu xoga oo ka xishooda intuu ka jaki maayo intuu ka ogaanayo taas waxay qaadataa een daqiiqooyin oo hatta saacad qaadataa lama dhigi karo salaan meel cusub ay soo degteen guri cusub ay maateen iskuulkii ay ku cusub dadka oo hadda arkay qof een cunugaana cusub intaas inuu xishoodo oo maxuu ahaay qofkii uu ka gaagaarsado okay walaakin iskoolka markuu yimaado oo ardaydi uu ka xishoodo ayaa markii la yiraahdo break banaanka loo bixi laazim qof uu la qabsado kama weynaayo oo taas daqiiqooyinka ugu horeeya kaliya qaadataa waana xishoodka caadi ah qof walba inuu lahaado la rabo laakin xishoodu waxa jira ku xirxiraayo maxuu ahaay in ummadii oo dhan ka xanibaay taasoo kale hadduu imaado waxa loo baahan yahay sida ku dhaqsida badan goobaha caafimaadka iyo meesha aad ku nooshahay deegaanka iyo haddii ilmaha ay yihiin ilma dibadda ku nool markaas meesha ay soo horsanaysid kulli adaa og haddii xanaano ay dhigtaan ama iskuul ay dhigtaan waxa markaas dhacayo dhan dadka professionalka ah ee ilmahan gacanta ku haya la shaqeynaya in adigana aad la shaqeysid ee waalidku isku duwan inay la shaqeeyaan ogaadaan waxaan magurka kaliye arintan ka socota mise banaanka noo ka socota maxay yeelay waxyaabo farabadan waxa jira ama aan qarsano ama aan fududaysano hadhowna aan ahayn wax normal ah oo xishoodka hadii uu aad u sii bato oo qofkan ilma ah aan uu waxna la qaybsanaynin qofka kale ee noolaha ahaa ama ilmiya si la faca ahaa waxay noqonaysaa mid la dhahayo xishood joogto ah kaasoo hadhow u gudbaayo koridi iyo maxuu ahaay kobcintii caruurta taasoo hadhow leh kriteriyo lagu fiirinayo leeyahay cunugan da'diisa haday 7 sano jirto kriterigiisa loo fiirinayo kriteriyo cali ah yani shuruudaha ilmaha koritaankiisa cunuga 7 jirka cunuga 6 jirka cunuga 5 jir waa kala maxuu ahaay shuruudo duwan yihiin markii korintooda iyo kobcintooda iyo hagidooda iyo tarbiyantooda iyo aqoonta bulshadooda iyo maxuu ahaay inta in la eeg
كونتاكت أمضى كل أول خادم كلام مركي لفيرو ده أيالو كلا شروطه يا وكريتير ليرا تاسع مركي حكينا سان لا فيرو كريتان كيس وانت لكن كب انتي سي أقل جيس حديث أكهوسه ده بدن أجرة أو ده وين سدج تونجر لوا تنجر لوا تنجر هذا نعقل هو ده مركي خاطر لو قياس إنه لحجر حتى ولا فعي أما سدجر ولا فعي قف وين أو ما عرفت مركي قارك نحوها إن المير مركي وحيل أن كيلينين إيربا إنه ما تدن لقى علوك صدور لقى إيسكال أنت كتور محوها إن قفنا أسيقو وين إن أما حتى كير قف قاس قلاء محوها إن الماء وقت كيسن كرين عند أدر قادن كرين حتى واحد كستلي إير والماء إسكيو جد بقى يقف لف دي سنة أو واحد وشيعة كلا كرتان كأخلى لف تركيز أيام محوها كلا دون تاسدو قوة عفمات يبرفيشنال أيو إنه جالس بعين إن هذي اللي على وكل أنت وكل شانع إنه وقفك ولا رقيس هاي أم ولا جيس هاي الحمد لله على سلام إلهي أيا محوها كسور وإنا نبض قتت هدو أنت سكح شانع وعبي وكل شانع وهاي وكل شانع تاسو كل هدو يعني نكون كرتا حنون إنه جان هدو دلوده ومحوها هاي أولنا ولا هذا وأنتو يري هاي لانت على أنت أنت يبتها يا لتوسين كلا واح كستو عن جان كسر بأركو برفيشنا كدت كأه المهان عندكو هاي ina ula ka hashatid ee ay noqonin mid aad yani hoos u dhigatid oo qarsatid ee uu cun walba u baahan yahay inuu lahaado maxaa u ahaa in la dhaqan bulsho marka hamleena way sii dheeraanaysaa ee waxyaabo far badan oo aad muhiim u ah ayaa ku jira oo ah ee dhismaha ee hadalada sida cun baan u dhisaayo qaleento inuu hadalkiisa mubtada iyo qabar labadaba uu leeyahay yani meel ku bilaabo subjecti objecti daada uu jira u fiirisid ala fadhiisatid cunug walbo waxa loo baahan yahay inuu waalidkiisa reexo cunug ka fiican ma jiro laakiin sida waalidka u soo kala barbaariyo u akhlaaqeeyo u soo kala reexo taasi bulshada la soo galaan dadka markii ilmaha ay korinayaan oo kale qaarna ilmaha si xun u akhlaaq daray u kursadaan qaarna si wanaagsan u kursadaan sidii markaas mas'uuliyadda waalidku uu isu saaro tan ugu muhiimsan taas waa cadaaladdu way dheerataan fila waxa far badan aan ku jiro insha Allah mar kale markaan barnaamijkan oo kale ka hadlay yan ku soo qaadan doona ee waa idin raali gelinna walaalihii aan su'aalahooda ka tagay intaan ugu talgal inaan idin la wadaago maanta diilay u yiraaho een waa halku dhigeen iyo ku noolow nolosha aad doonaysid assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.